شايف حظوظ ميكالي ان شاء الله يا رب في انه يصعد منتخبنا. مش عايز اقول كلمه نتائج ايجابيه او ابعد حده، لا نرجع بالدعم ان شاء الله. يعني انا اولا كنت اتمنى ان هو ياخد كل العناصر اللي هو كان طالبها من البدايه، بالذات اللعيبه الكبار يعني، بالذات اللعيبه الكبار، لكن ده ما توفرلوش يعني للاسف. الراجل رايح مع مشاكل كبيره جدا جدا طبعا، ما توفرلوش ليه؟ لانه الدوري ما خلصش، الانديه بتنافس على دوري، فبالتالي الامور كانت صعبه جدا جدا انك تاخد كل العناصر اللي انت محتاجها، يعني لانه كان طالب عناصر بالاضافه لزيزو عنصرين تانيين ما حصلش عليهم، يعني كان حاططهم كاختيار اول ما حصلش عليهم، الامور كانت صعبه قبل ما يمشي. احنا بنراهن دلوقتي على رغبه اللعيبه وعلى الشكل اللي ظهر بيه منتخب مصر الاولمبي قبل كده كويس جدا جدا مع ميكالي. العناصر المتوفره معاه حاليا في السن الاولمبي يعني كويسين جدا جدا، وان شاء الله يقدموا اضافه كبيره. الاولمبياد مش زي كاس العالم، الامور فيها بتكون يعني شبه محسومه لمنتخبات كبيره بعينها، لا السن الاولمبي دوت انت تقدر تنافس فيه وتقدر تظهر فيه بشكل كويس. مجموعتنا مش صعبه وما ينفعش نقول انها صعبه، الامور اعتقد ان هي في المتناول يعني، فان شاء الله واحده واحده نضمن الست نقاط الاولانيين، وبعد كده نلعب اسبانيا. حتى اسبانيا في السن الاولمبي انا اعتقد انه في الاولمبياد في طوكيو احنا كسبنا الارجنتين اعتقد، يعني مش متذكر بالظبط بس اعتقد ان احنا كنا كسبنا منتخب كبير، اعتقد كان الارجنتين يعني، فالامور مش متذكر صراحه. اعتقد كان الارجنتين. خسرنا وخرجنا من دور في دور الثمانيه، لعبنا البرازيل تقريبا، لعبنا البرازيل في دور الثمانيه، بس في المجموعات احنا كسبنا منتخب كبير. كانت القرعه صعبه، القرعه كانت صعبه في طوكيو، كانت القرعه صعبه، كانت القرعه صعبه. يعني اللي اقصده ان المنتخبات الكبيره في السن ده مش بتكون بنفس الوهج بتاع كاس العالم مثلا، يعني لما تلعب اسبانيا في كاس العالم غير لما تلعبها في اولمبياد. السن الاولمبي دوت انت تقدر تنافس فيه وتقدر تأدي فيه بشكل كويس، فاعتقد ان الامور ان شاء الله مع شويه تعب وشويه تركيز وشويه تخطيط كبير من ميكالي ان شاء الله نقدر نعمل شيء يعني، وما نخرجش حتى من الادوار الاولى يعني زي ما حصل. توقعاتك ايه لمباراه الدومينيكان؟ بالظبط. توقعاتك ايه لمباراه الدومينيكان؟ لا هنكسب ان شاء الله يعني، هنكسب يعني، ممكن نكسب 2-0 باذن الله. تقدر تقول مين يجيب الاهداف؟ اتمنى زيزو ان شاء الله باذن الله، واسامه باذن الله ان شاء الله يعمل شكل كويس. استاذ جوده، مين توقعاتك ايه لمباراه؟ هي برضو يعني هيفرق مع منتخب مصر الطلعه الاولى. مكسب بيجيب مكسب زي ما بيقولوا. هي الطلعه الاولى هتدي ثقه وهتدي بقى الانسجام. ان شاء الله يعني منتخب مصر يفوز. كام؟ يعني انا اتمنى 1-0، اهم حاجه الطلعه الاولى. مين يجيب الجول؟ والله يجيب الجول يعني اتوقع زيزو لو اعتمد عليه يعني. ان شاء الله.